عسلامة مدام. عسلامة بنتي، مرحبا بيك. وبيك يعيشك. مدام، كنا نحكي بخصوص الوضعية الاجتماعية متاعك اللي فهمناه انها وضعية صعيبة ياسر. وضعية سيئة جدا، وعايشة ظروف قاسية، مش تحت الصفر، غادي من الصفر. تمشي لأي مؤسسة يسكر في وجهك الباب، يقعدوا فينا بالسكن الاجتماعي. أنا مشاركة من 2012، العام الجاي، الشهر الجاي، العيد الجاي، رمضان الجاي، تمشي للولاية يقولك برا وزارة التجهيز، تمشي لوزارة التجهيز يقولك امشي للولاية. وعود كذب، ما ثم حتى شيء. حياة لوريك الله مكروه. أنا مأيسة من الفرحة في تونس، أنا متفاليك والله مأيسة. أنا عايشة ساعات نطلب الموت ونقول له يا ربي نحب نموت، ما عادش نحب نعيش. عندك صغيرات؟ عندي ولد، ولدي كان يرقد بالأكسجين، طول يتحسن شوية. لو أنت كي تتمنى في الموت اللي طفى عليك ربي يطول في عمرك، شكون باش تخلي ولدك؟ شنو نعمل بها الحياة؟ حياة الفقر، حياة الذل، حياة الميزيريا. أنا الملاك يجي يحط يد منه ويد منه، إيش ناخذ في شارين تاع عائلة معوزة؟ ما نعطيش الكراء، يقول لي هز قربجك واخرج عليه. بالحق يلزم يشوفوا لنا حل في السكن الاجتماعي. بجاه ربي، بجاه ربي يا قيس سعيد، بجاه ربي يعطينا السكن، سايب السكن للزواولة. ماك متصفف الوضعية، اللي تلقوه يستحق عطول وتلقوه ما يستحقش ما تعطوش. وشكون عايشة؟ أنا عايشة كان أنا ولدي. زوجك وين موجود؟ أنا مطلقة، ما عنديش زوج، زوجي مات، أنا لساني نقول له مات. قعدش على الأقل يصرف على الطفل؟ لا يصرف عليه لا حتى شيء، ولا قابلش فيه. قضية في المحكمة، ولده مش مستعرف به جملة. قابل في ولده ولا لا؟ لا لا، ولده مش مستعرف به جملة. ولده عمره 17 سنة ما يعرفوش. وقت طلقت مدام؟ 2007. أوه مدام عندك برشا. إيه تعبت، أنا مريضة، عندي مرض مزمن، عندك الكرني الأبيض. حياتي الاجتماعية دمار. قاعدة تعالج في المرض المزمن متاعك؟ أي ديجا أنا عندي عملية. أي عندي عملية، وأقسم لك بالله توا عامين إلى أنا استغفر الله يا رب حنهز كان فك الفشفشات. الدواء الغالي كله ما يعطوهوليش، وتوا باش نمشي نعمل زوز عمليات. عندي غرز محلولة وعندي فتق، شوف كرشي كيفاه وكل. قال لي ما نعمل لك العملية، عذبوني يشيعوني بموعد بستة شهور إلا ما نعملوا لك الاسكانير ونعملوا لك ليكو. انا تو نمشي وعندي السكر ومريضه، يعلم بيا كالربي، نشكي لربي. تعدي لي صوتي ولا ما تعدي لي صوتي؟ انا شكيت، دقيت البيبان، مشيت الادارات نتاع تونس، نمشي لوزاره المراه، اي يكلموا المرشدات. المرشدات تقول لي ما عندي حتى شيء، امشي للمعتمد. نمشي للمعتمد يقول لي ما عندي حتى شيء، نمشي للوالي. ما ذم حد، وعود فارغه بالنسبه لي انا من العهد البيت، وانا نشكي مريض حتى شيء في تونس. مدام كيفاش قاعده تصرف؟ نصرف ايه؟ انا عاطينك الكرني الابيض، تاك عاطيني في الكرني الابيض. قديش تاخذ في الشهر؟ ها؟ هي كانت 190، تولت 200. 200؟ كيفاش تخلص في الكري؟ يعلم بيا ربي كيفاش خلص الكري. هاني مره ساعات نمشي للدار ندبر راسي، ساعات كل مره كيفاش. انا تعبه يا مدام. ايسه تعبه، ما ربي في الدنيا. نعرف من غير ربي ما ثم شيء، يا ما يلفتوا الانتباه للناس القلاله، للناس الزواوله، فهمتني؟ رانا انا وضعيتي وضعيه سيئه جدا، ما نكذبش عليك، انا تعبت. نزيد نعاود بجاه ربي، بجاه ربي يا سيد الرئيس، يا قيس سعيد، ما قلت انا باش ننور وجوه المواطنين باش نفرحك؟ فرحني انا، اش مازال لي في عمري؟ احتمال نموت فيها انا العمليه ذي. لطف عليك مدام، علاش تشاؤم هذا الكل؟ مازال عندك ولدك مستحقك. انا حي صحتي صفا با لا تي. اما هذيك حاجه ربي، هذيك بيد ربي، معناها مش انت تقرر. عمليتي من هنا لهنا باهي. لاباس مدام، ومنين علي الغش؟ لا ولدي غششني نمرض، انا تو نمشي. غشش فيك؟ غشش هي خاطر مغروم بالقطاطس، هاد دينار هاد 5000. شو المشكل مدام؟ حاجه باهي انه مغروم بالقطاطس. لا دويته غاليه، مريض ولدي مريض، لازم لا ورق زيتون ولا قطاطس. انا دويته من 90 لل 100 وانا ما عنديش، ظروفي يعلم بها كالربي. ما كذبش عليك، عايش بنتي انا وضعيتي سيئه جدا، وراهم يكذبوا على العائلات المعوزه. بجاه ربي اعطونا سكن، بجاه ربي، بجاه ربي حلوا الباب نتاع السكن. اخويا احنا ما نكرين، قديش باش تعطون؟ على الاقل باش انا ندفعوا للكرا، على الاقل هكا تقعد خربه لك الطفل، ما نعرفش احتمال انا نموت غدوه بعد غدوه، ما نعرفش على روح. على الاقل انظروا لك الوليد هذاك، راه ولد تونس، مش ولدي كان انا، راه ولد المجتمع الكل، ولي تفرج فيه الكل. بجاه ربي يا توانسه اللي عنده ويعطي اللي ما عندوش. راي الدنيا ذي فانية وفارغة. أنا قعدت 11 يوم في الانعاش، أقسم بالله دايرين بيجي مات طبيبي يقول لي يا مراش عملت منعتي من الموت، وهاني هزيت بانومات حلت العملية وباش نمشي نزيد نعمل عملية أخرى. والله أعلم موت. أنت علاش تهز فرزين؟ ما
ما عنديش شكون يقوم بي، ما عنديش حتى شكون يطيب لي قهوه، ولدي صغير تو يقرا، ولدي ما كنا وعند السيك العجل مبشوشه، ما تمشي ما نحطلوش فطور والله لي ما ينجمش روحه، انا خديمه روحي كل شيء انا، وساعات نتلازم نمشي نخدم في الديار، ايش تمشي تاكله وتتصل تعطيك 30,000 40,000، تاني الما يجيني 60,000 و80,000، اش عندي راسي راس ولدي، لا عندي جنينه، وكان تمشي معايا اقسم بالله منيتي الوحيده تمشي تصورني كيفاش نعيش، كيفاش نعيش؟ ما يجيش ساعة ما يجيش سكنة جملة ساكنين في روضة ونهار كامل العياط والحس روضة فوق مني وأنا اللوطة ما صعب تمشي أمنيتي الوحيدة تصورني وتشوفني كيفاش نعيش أنا وولدي ماكم صحافة أنتم تحبوا توصلوا وأنتم ربي يحميكم وربي يحفظكم بالحق صوت الحق ما تخبوش أنا نحب الصحافة على خاطر ينوروا في العباد إن شاء الله ربي ينور وجوهكم وليداتي والله بالحق انا وضعيتي الاجتماعيه وضعيه سيئه جدا جدا مشكوك الكارت يبعث واحد يبعث كل واحد مشيت للباب السويقي عطيك طرف مقرونه طرف مقرونه لا شويه طماطم لا دبوز زيت لا حبش نطيبهم بالماء انا عندي وليد راهو والصغير تعرف انت اقسم بالله صغير من صغار تو معوض بعشرة صغار متاعين قبل ردني غاليه تردني غاليه ما حناش خالطين حتى على شيء يا بنيت لا نعيط في عيد كيف العباد لا نحسي روحي عايشه كيف العباد ولدي لوحي كارطابله يضحكوا عليه خاطر صباطه مقطع قال لي ما نمشيش خاطر انا مش موفرت لي كيف الاطفال وعنده الحق وانت منين جايك مدام سبحان الله يعني ايه يقول لك ليه انا نحب نلبس كيف صاحبي هكا صاحبي لبس ليه كل واحد وظروفه كل واحد وظروفه لازم تعلمها له هذه انت مازلتي بنيه ان شاء الله ربي يفتح مكتوبك وتجيب عايشك مدام تجيب صغار وتشوف اش معناها الصغار أنا كنت نقول كيفك صغير تو معاوض بعشر صغار متاع قبل يحب يلبس يحب ياكل يحب يعيش يحب كيف نديدو صغيرك مش لابس كيف أصحابه يضحكوا عليه ويانتلوه مش عايش كيف يحقروه مال شنو تو العيشة مظاهر 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 العيشة تو في تونس قسما بالله وربي يفضلكم وانت قاعدة توفر له بالجهد اللي عطاهولك ربي أنا نحاول نسلد هكا وهكا نحاول باش نوفر لولدي هذاك حد جايدي انا مرا مريضه مطبطبه وما نعنت بيه بالغش لا هزن رزن لا ونمشي ونتكب ونتقعد ونمش نخدم في الديار ونخلص كراي ونخلص الماي ونخلص ضوي ونقري في ولدي قري فيه فهمت وشيك يا براجلك اه يا قصه انا حياتي انا يتكتب عليها كتاب وراس بنتي يتكتب عليها كتاب اه ما نزيد نعاود بجاه ربي يا سلطتي اللي تسمعوا فينا سايبونا السكن اعطونا السكن اعطونا احرقني الكراء راني تشويت بالكراء اقسم بالله نهار انا قريب 200,000 نهار المد ماكل 200,000 هذوك ما تقولش عليا مديت مليار خاطر نحس بهم نخلصيهم من العظم خشني شاري الكبيره انا يعطيهم لي تعطيهم لوزاره الشؤون الاجتماعيه ما نمشي نخلص بهم الكراء من وزيد نقعد مساله في الماء والضوء شكرا مدام نخلي لك الكلمه الاخرى يا سيد قيس سعيد خلي نمرك مدام كانت نجم اي 97 550 709 اعطونا السكن نحب سكن اجتماعي كيف العباد نحب ولدي يعيش كي اطفال تونس راه مش ولدي كان انا راه ولد اطفال تونس الكل بارك الله يا مدام عايش بنتي